شكرا سيد رئيس، سيد الأستاذ المستشار المحترم، ونشكرك سيد المستشار على طرح هذا السؤال. القطاع اللوجيستيك تشكل منذ أزيد من 10 سنوات محور اهتمام كبير من قبل الحكومة، وذلك بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يلعبه كرافعة لتطوير النمو الاقتصادي لبلادنا ودعم تنافسيته وإحداث فرص الشغل، وتموقع بلادنا كوجهة الاستثمارات وكقطب لوجستيكي قاري وجهوي متميز. وحددت الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية 5 محاور وأهداف طموحة وأوراج مهيكلة في أفق 2030 باش نضعوا بلادنا ضمن السلاسل اللوجستيكية العالمية. وركزت هذه الاستراتيجية بالأساس على تطوير المناطق اللوجستيكية وترشيد رواج البضائع وتشجيع بروج فاعلين مندمجين وتطوير وتنويع الكفاءة المهنية، وفي الشق الخامس توفير حكمة جيدة للقطاع. من بين الإجراءات اللي اقترحها النموذج التنموي الجديد وأيضا المجلس الأعلى للحسابات لتحسين أداء هذا القطاع، عدد من التوصيات المهمة لتتهدف لإصلاح الاختلالات الرئيسية اللي تتأثر سلبا على تنافسية هذا القطاع، وذلك من خلال إرساء نظام حكمة جديد في قطاع اللوجستيك وهيكلة التدفقات اللوجستيكية، وتشجيع تكتل المقاولات الصغرى وبروز فاعلين رائدين وطنيين وجهويا، ثم تطوير النقل متعدد الوسائط كما جاء في كلمتكم. وانسجاما مع هذه التوصيات، قامت الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية والقطاع الخاص بتطوير عروض متنوعة من المحطات اللوجستيكية في كل من طنجة والدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة، وتتعمل الوزارة بتعاون وتنسيق مع المجالس الجهوية على إدراج تنمية المناطق اللوجستيكية ضمن برامج عقود للتنمية الجهوية، وتخص تطوير دفعة أولى من المحطات اللوجستيكية بكل من جهة سوس مسا، فاس مكناس، بني ملال، الخنيفرة، والدخلة والذهب. وتقوم الوزارة أيضا بالعمل مع باقي الجهات على تحديد حاجيتهم من نوع المحطات وحجمها بهدف حصر تعبئات الوعاء العقاري اللازم. بالنسبه للشق ديال نظام الحكمه، تتعمل الوزاره من خلال مقاربه تشاركيه تضم القطاع الخاص ومختلف المؤسسات والمقاولات العموميه اللي تتنشط في القطاع، باش يدارسوا سبل اعاده النظر في حكمه القطاع بغيه توحيد الجهود من اجل تسريع تفعيل هذه الاستراتيجيه الوطنيه. وشكرا.